السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. بدي أتشكر كل الناس اللي عم تدعمني بالقناة ومستمرة معي وعم تخليني أتشجع أني أكمل هذا المشروع اللي أنا بديت فيه، مشروع القناة على اليوتيوب. فبتشكركم جميعا فردا فردا. بس الله يخليكم، كل مين عم يشوف الفيديو جديد هلأ وما له مشترك بالقناة، لو سمحت أو لو سمحتي اشتركي بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو. بالاضافه للناس اللي عم تشوف عندي الفيديوهات، عم تنسوا زر اللايك. ليش عم تنسوا؟ ما بعرف، يمكن طريقه شرحي عم تخليكم تنسوا. اذا سمحتوا لا تنسوا زر اللايك، اعملوا لنا لايك على طول للفيديو مشان نحس انه في تفاعل يعني. تمام، ما راح اطول عليكم. الفيديو اليوم كتير مهم. الفيديو اليوم راح يحكي عن موضوع انه اي حدا بيفتح قناه جديده ما عم ينتبه لشغلة، واللي هي شغلة كتير 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 مهمة، انه عم يروح يطبق فيديوهات، عم يجيب يطبق فيديوهات انشودة ولا قرآن ولا غنية ولا مقطع كوميدي ولا مقطع من فيلم ولا اي شيء، عم يطبق الفيديو، هو عم يعمل له مونتاج، يطبقه ويحط له موسيقى ويزبطه وبيحطه وين على القناة عنده. بس بما انه هو فاتح قناة جديدة او هي فاتحة قناة جديدة، ما عم ينتبه انه في شيء اسمه حقوق النشر. يعني عم ينشر الفيديو فكر انه الفيديو ماشي واموره بخير. لا اخي الكريم اختي الكريمة، انا عامل هذا الفيديو اليوم خصوصي لحتى تعرفوا انه في حقوق نشر، ولازم تنزلوا الفيديو تعرفوا انه هذا الفيديو عليه حقوق نشر. ليش؟ لانه هذا الفيديو تنزلوه بيكون في عليه حقوق نشر، بصير في مطالبة بحقوق النشر. اذا انتم ما انتبهتوا خليتوا الفيديو هذا وكان في عليه مطالب انه لازم ينمحى هذا الفيديو، اذا ما انتبهتوا لهذا الموضوع وما محيتوا، القناة تبعكم بعد فترة رح ينعمل عليها بلوك. رح تنحظر. كيف يعني رح تنحظر؟ رح يبعثوا لكم رسالة انه القناة تبعكم غير فعالة وما بتستوفي الشروط لانك انت تربح فلوس من القناة. تمام؟ فراح يوقفوا لك هذا الموضوع، يوقفوا لك، يعملوا لك بلوك للقناة، بيروح تعبك على الفاضي وانت مالك منتبه او انت مالك منتبه. انا لاحظت في عندي مشتركين عندي على القناة انه عم ينزلوا فيديوهات مطبقين تطبيق وكذا، فما حبيت انه يضيع تعبهم على الفاضي، وانا عملت هذا الفيديو هلأ خصوصي وراسلت بعض الناس اللي عندهم اخطاء بالقنوات تبعهم والفيديوهات اللي مو منتبهين انه في عليها حقوق نشر، وقلت لهم ينتبهوا لهذا الموضوع مشان ما يروح تعبكم على الفاضي. انا ما بيهون علي يروح تعبكم على الفاضي، تشتغلوا على الفيديوهات وتتعبوا عليها وتنزلوه، انتم ما لكم منتبهين عليها حقوق نشر. تمام، فانا هلا اليوم راح اشرح هذا الموضوع وورجيكم وقلكم كيف تعرفوا انه الفيديو تنزلوه انه في عليه حقوق نشر لازم بقى انتم تمحوه وتشيلوه من القناة عندكم مشان ما يأثر عليه. وبالاضافة في فيديوهات بيطالبوا فيها حقوق نشر وبيقولوا لكم بامكانكم تخلوه عنكم بالقناه، بس هاي الفيديوهات مستقبلا لما انتم تحققوا الشروط تبع اليوتيوب ما بتاخذوا عليها مصاري، رح تروح المصاري لصاحب الفيديو الرئيسي. تمام، يعني تجيك مشاهدات وتلاقي مشاهدات على الفيديو، بس وقت انت تتحقق الشروط تبع اليوتيوب ما بتجي الفوائد، عفوا الربح والفوائد تبع الفيديو ما بتجي على حسابك، بتروح لحساب المالك الرئيسي. تمام، فأنا اليوم رح أوضح لكم هذا الموضوع، رح أوريكم كيف تعرفوا أنه في عليه حقوق الفيديو. تمام، هلأ رح نبلش بالموضوع، رح أصور لكم حط لكم كيف تعرفوا أنه الفيديو في عليه حقوق. هاي شغلة. شغلة تانية، أنا بنصح لأنه أنا مجرب، مثل ما بيقولوا سأل مجرب ولا تسأل حكيم. أنا جربت. تمام، نصيحة مني لكم، اعملوا فيديوهات خاصة فيكم. يلي ما بيحب يطلع على الفيديو مثلا، يظهر وشه على الفيديو ولا يظهر صوته على الفيديو، يعمل فيديو هو مطبقه بكلمات بصور بشغلات بس هو مطبقه، واذا بدي يحط عليه اي موسيقى تمام او اي مثلا شيء او اي حركة او اي قصة، يعرف انه هاي الموسيقى اللي عم يحطها ما في عليها حقوق. تمام، انا رح اعملكم فيديو تاني ان شاء الله كيف انك انت اذا حابب تجيب موسيقى بدون حقوق وما في عليها حقوق وانت تنزلها على فيديوهات تبعك. تمام، رح اعمل فيديو تاني بس مو هلا، اول شيء خلينا نحكي عن هيك. تمام،
هلا رح نبلش بهذا الموضوع، رح اورجيكم كيف تعرفوا انه الفيديو عليه حقوق. يلا خلينا نبلش. هلا بس تفتح عندك على القناة او عندك على القناة تطلعوا انتو هيك، هي القائمة انتو يلي منزلين فيها الفيديوهات، تمام؟ يعني لنفترض مثلا انا هلا منزل اخر فيديو، شوفوا هلا اخر فيديو هون مكتوب عنا طريقة رفع الفيديو على اليوتيوب، تمام؟ هاد شوفوا شو محطوط اشارة هون، محطوط اشارة انه مكتوب عليها علني. هذا الحكي معناته انه الفيديو ما في عليه اي مشاكل. وشوفوا شو مكتوب قدامه هون، مكتوب ما من قيود مفروضة، انه ما في عندك قيود مفروضة على هذا الفيديو. طلعوا على الفيديوهات كلها هون موجودة، كل الفيديوهات اللي موجودة عندي هون محطوط عليها علني. ليش؟ لانه الفيديوهات ما في عليها حقوق طبع او حقوق نشر، تمام؟ هي الشغلة بتأكد لك انه الفيديو انت اللي منزله، شايفين ضوي عندك هون اخضر، الفيديو اللي انت منزله انه ما في عليه اي مشاكل، تمام؟ هي انت هيك بتثبت لك هذا الشيء. هي واحد. اثنين، الفيديو يلي بيكون فيه عليه مشاكل رح احط لكم انا هلا صوره، تمام؟ ورجيكم كيف الموضوع، بس رح اشرح لكم هلا كيف بدك تعرف كمان انه ما في، انه في عليه حقوق نشر. هي الكلمه المحطوط عليها هون علني، اذا كان الفيديو عليه حقوق لا، ما بتلاقي مكتوب محطوط عليها هون علني، بتلاقي محطوط عليها قيود، تمام؟ بتلاقي محطوط عليها قيود انه هذا في عليه مشاكل. وهون عند كلمة ما من قيود مفروضة بتلاقي هون مكتوب اذا كان في عليه حقوق، بتلاقي هون مكتوب عليه حقوق يوجد حقوق مطالبة بالنشر، تمام؟ بيقولوا لك انه يوجد حقوق على هذا الفيديو اللي انت منزله. وهون فوق بيحطوا لك اشارة انه اذا بتحب تعرف وين الحقوق موجودة فوت وشوف وين الحقوق اللي باي مكان موجودة بالفيديو عندك، تمام؟ فطالما انت امورك هيك محطوط علني معناته امورك بخير او امورك بخير، تمام؟ هذا الموضوع لازم تنتبهوا له جدا. بالاضافة بنرجع نكبس لهون مثلا، تمام؟ طلعوا مثلا عندي هون انا هلا ما في انه مشاكل، حاطط انه ما في اي مشاكل، بس في عندي مشكلة واحدة هي انا عم عاني منها. مشتركين قلال مشتركين قلال، الله يخليكم دعمونا ولا ضيعونا تعب، خلوه يوصل للمئة ألف مشترك إن شاء الله بإذن الله. فأنا بدعمكم يعني، وبفضل رب العالمين وفضلكم بتطلع القناة وبتستمر، فدعمونا وزبطونا الأمور. ضيعتنا محمد، ارجع للموضوع، نرجع للموضوع. فإذا كان في عندك مشاكل أنت بالفيديو بتلاقي هون عند الفيديو كان حاطين لك إشارة إنه هون يوجد مشاكل أو يوجد شكوى على هذا الفيديو، تمام؟ فوت وتفرج عليها، بتفوت أنت وتتفرج عليها، تمام؟ هيك بتعرف أنت بقى إنه هذا الفيديو في عليه مشاكل. هي الشغلة رجاء ثم رجاء ثم رجاء انتبهوا لها، لأنه يعني بتزعج. يعني كلياتنا عملنا أقنية جديدة وجينا نزلنا فيديوهات ويا الله مروقين واجا عليها مشاهدات ويا عيني ويا سلام، والله بكرة للملير وعلى قص عملي يا معلم. فبعد 4-5 أيام ولا أسبوع أسبوعين ما حدا نصحنا، يعني في مشكلة إنه ما حدا نصحنا، يعني اكتشفنا إنه هاي الفيديوهات كلها مثلا عليها مشاكل، هاد اللي عليه حقوق طبع ونشر، هاد اللي عليه قصة، هاد اللي عليه كذا، تمام؟ وفي مشكلة، في مشكلة تانية، في عالم بتطالب بحقوق الفيديو، تمام؟ بس بتقلك شركة يوتيوب انه هذا طالب بحقوق الفيديو، بس بتقلك شركة يوتيوب انه طالب انه عادي بحقوقه، انه تضل حقوق له، بس بامكانك انت تخلي الفيديو عندك القناة والعالم تتابع الفيديو، بس كل شيء ارباح بتروح لصاحب الفيديو الرئيسي، يعني انت ما بيجيك شيء، تمام؟ فهي القصة ديروا بالكم منها. وفي شغلة تانية اللي هي هي الألعن والأضر، في ناس بتعمل شكوى مع محاكمة، يعني ناس بتعمل شكوى انه مع محاكمة انه يحاكموك شركة يوتيوب تحاكمك ويطالب بحقوق نشر وتدفع مصاري وتفوت بقصص محاكم وسين وجين، ويعني والله الواحد مو ناصر القصص كلها ياتي يعني، تمام؟ ف
فهي المواضيع انتبهوا لها اذا بتريدوا. لا تاخذوا فيديوهات من عند حدا، لا تاخذوا موسيقى من عند حدا، لا تاخذوا اصوات من عند حدا، يعني اعملوا الفيديوهات انتم بانفسكم. اللي ما بيحب يطلع على الكاميرا اعمله مثل ما انا عم بعمل، سجل صوتك واعمل صفحة واعمل شيء يفيد هالبشرية ويفيد العالم وتزبط الامور ان شاء الله. تمام، قول يا رب وبتزبط الامور ان شاء الله. تمام، وفي افكار كتيرة، يعني في افكار كتيرة موجودة باليوتيوب، فما ما ما تهكلوهم، يعني ما تجيبوا افكار من عند الناس، انه تسحبوا فيديو ولا تسحبوا صوت ولا تسحبوا كذا، تفوتوا بمشاكل ما كن فيها يعني، وبالنهاية بضيع التعب. تمام، فانا هذا الفيديو حبيت احكي اليوم عنه واشرح لكم الموضوع، مشان كل من عم يعمل قناة جديدة باليوتيوب ينتبه لهذا الموضوع. تمام، رح ارجع رد فوت وارجيكم، شايفين لازم يكون موجود هون علني. بس تلاقي مكتوب علني، مكتوب غير عبارة انه عليه قيود او مقيد او مطالب بحقوق او كذا، هعرف انه هذا الفيديو في عليه مشاكل، انساه، ايمو من قناتك. تمام، لانه انت اذا خليته بقناتك وكان في عليه حقوق، مطالبة حقوق انه مع محاكمة، وما شلته من قناتك انت، بعد فترة شركة يوتيوب تجيك محاكمات، وبنفس الوقت بيحظروا لك قناتك او قناتك، يعني بيحظروها انه خلص، بيقول لك انه انت ما عاد في لك قناة خلص، لانه انت خالفت الشروط والاحكام تبع قناة تبع شركة يوتيوب. تمام، ما بدي طول عليكم بالفيديو، انا شرحت لكم الفكرة وقلت لكم الفكرة. اي اسئلة حابين تسألوا عن الموضوع بامكانكم تكتبوا لي بالتعليقات، تسألوا اي شيء بدكم اياه، انا حاضر ان شاء الله. بالاضافة اذا عندكم اي افكار او عندكم اي اسئلة لشيء او عندكم اي معلومات حابين تعرفوها، اكتبوا لي بالتعليقات، انا بعمل ان شاء الله فيديوهات عنها وبشرحكم عنها باذن الله. تمام، بتشكركم لحسن المتابعة، واذا استفدتم من الموضوع اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك، اهم شيء اللايك، لا تنسوا اللايك، الله يخليكم، والاشتراك. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.